أهلا بكم إلى اللقاء الأولى الذي سنستضيف فيها الصحفي الجزائري مصطفى قساسي، حيث سنتناول معه حالة الترقب التي تسود الجزائر مع الحديث عن قرب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا ترشحه لفترة الرابعة. يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك. شهران بالتمام والكمال تفصل الجزائريين عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والسؤال الكبير الذي لا أحد يعرف إجابته حتى اللحظة هو: هل سيترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة؟ فقد رجحت مصادر إعلامية في الجزائر أن يعلن بوتفليقة رسميا ما بين 18 من هذا الشهر والثاني من الشهر المقبل رغبته في الترشح، مشيرة إلى أن التلفزيون الرسمي سيبث قريبا تسجيلا على شكل خطاب قصير يعلن فيه بوتفليقة ترشحه لفترة الرابعة. فهل يا ترى سيقبل الجزائريون بذلك؟ وما رأي المؤسسة العسكرية المتنفذة في البلاد؟ وكيف لبوتفليقة بوضعه الصحي الحالي أن يمارس مهام الحكم؟ وأخيرا، ماذا عن من يريد أن ينافسه ويرشح نفسه لمنصب الرئاسة؟ نرحب بضيفنا في الأولى إذن من الجزائر الصحفي مصطفى قساسي. أستاذ مصطفى، مرحبا بك. يوما بعد يوم نسمع من مصادر مختلفة وبصيغ متنوعة عن قرب إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للعهدة الرئاسية الرابعة. أولا، بخصوص الخبر الذي نقلناه قبل قليل، ما مدى مصداقيته ومصداقية المصادر الصحفية التي أتت به؟ لا، في الحقيقة المصدر الأساسي هو جمع للقرائن والدلائل التي تؤكد في معظمها أن الرئيس الحالي سيترشح لعهدة الرابعة. لماذا سيترشح؟ يترشح لأن الآلة الانتخابية الأساسية في الجزائر، والتي هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى الجبهة الشعبية الجزائرية الآن وكذلك تجمع أمل الجزائر لعمار غول، الآلة انطلقت وجميع آلات الدعاية الحكومية انطلقت، إضافة إلى حملة انتخابية مسبقة قام بأدائها الوزير الأول عبد الملك سلال، الذي صرح اليوم ومن ولاية ميلا أن الرئيس بوتفليقة سيكمل برنامجه خلال الخمس سنوات القادمة، بمعنى أنه سيعمل على إصلاح العدالة، إصلاح التربية، إصلاح السياسة إلى غير ذلك. معنى هذا أن كل المؤشرات تدل أنه سيعلن عن ترشح لعهدة رابعة. إذن أفهم من كلامك أن كل هذه التسريبات الصحفية يعني وكل الأخبار التي نسمعها من مصادر مختلفة هي ليست عفوية، ولكنها ربما في إطار مبرمج لتهيئة المزاج العام الليبي الجزائري بقرب احتمال ترشحه. بالفعل هنالك محاولة لتسريب بعض المعلومات لجس نبض الشارع الجزائري وكذلك لفهم مدى قابلية هذا الترشح، لكن أعيد وأكرر، عندما تتحرك الآلة الدعائية، عندما كذلك يقوم نائب وزير الدفاع باستقبال لويزة حنون التي هي معروفة بقربها من طرف الرئيس وكأنه يتحدث عوضا أن يتحدث بنفسه، فهو يمتلك ناطق رسمي على لسان لويزة حنون التي تقول أن الجيش لن يتدخل في الرئاسيات. كل هذا يجمع إلى إعادة الكلام الذي يطرحه عمار سعداني عن الأفلان، وكذلك ما يقال من طرف عمار غول وعمار بن يونس، فإن كل المؤشرات تدل أنه يترشح. لكن الضروري قوله هنا أنه هنالك مشاكل داخل السلطة بين جناحين، وجناح الرئيس وبين جناح آخر داخل المؤسسة العسكرية، هو الذي يريد أن يتعنت أن يرفض هذا الترشح لأسباب متعلقة أساسا بتسيير الخمس سنوات الفارطة. طيب، بالأخص في مجال الاقتصاد. مصطفى، يعني سؤال يطرح نفسه الآن، هل الجزائريين سيكونون راضين عن ترشح الرئيس بوتفليقة لمرة رابعة وهو في وضع صحي كما يعلم الجميع؟ يعني أفضل ما يقال عنه أنه على الأقل لا يستطيع أن يكون على رأس عمله كأي مرشح رئاسي آخر.
جيد، يجب أن نعرف أولا أن الجزائري البسيط لم يستفتى يوما من أجل أن يختار مرشحا نابعا عن قناعاته، مرشحا يقدم أفكار وبرامج تنموية حقيقية. الآن الجزائري يعرف أن اللعبة ليست بيده، وهو سيذهب كذلك إلى الدار أو إلى عطلة أو إلى شيء آخر، لكنني لا أظن أنه سيذهب إلى الانتخابات، لأنه يعرف أن من يصنع الرئيس ليس بالضرورة المواطن الجزائري. إذن المواطن الجزائري حاليا في الحقيقة في جس للنبض يرى نظرة سلبية لترشح لعهد رابعة. لماذا؟ لأنه أصبح يفهم أن الوقت جاء للشباب، أصبح يفهم أن دعاة الشرعية الثورية يقولون دائما نحن نعمل ونعمل من أجل الشباب، لكنهم في سن متقدمة، معظمهم يتجاوزون السبعينات. إذن الشباب الجزائري الآن يعرف أن صحة بوتفليقة لا تسمح له بتسيير أمور الدولة، ويعرف أن من سيسير في حكم بوتفليقة لعهد رابعة إذا ما حدث ذلك سيكون جناح السلطة وحاشيته. كيف تتوقع إذا في هذه الحالة إن رشح بوتفليقة نفسه للرئاسة أن تكون ردة فعل المواطن الجزائري العادي كما قلت، أو الشاب بالتحديد الذي كما أفهم من كلامك غير راضي عن هذا الترشح إن حدث؟ ستتكرر سيناريوهات كالسيناريوهات التي ولفناها في الجزائر، سيترشح وسيفوز ببعض المشاكل وبصورة لن تكون جيدة على الجزائر ولا على سياسيها. سيترشح لأن الطبقة السياسية الجزائرية كذلك ليست متحدة من أجل الوصول إلى حل سياسي حقيقي. سيترشح لأنه في الحقيقة منذ وصوله إلى السلطة، وهذا كلام سياسيين ليس كلامنا كصحفيين، عمل تكسير السياسة. تصوروا معي أنه منذ وصوله في 99 إلى غاية 2011 لم يقم باعتماد أي حزب سياسي، وبعد الإصلاحات في 2011 اعتمد أكثر من 60 حزب سياسي، بمعنى تمييع الحالة السياسية في الجزائر. من جهة أخرى تصوروا معي أنه كسر بداخله التيار الديمقراطي، وكسر ما يسمى كذلك بالتيار الإسلامي، إلى أن وجدنا أشباه الإسلاميين في السلطة وأشباه الديمقراطيين في السلطة، ووجدنا الديمقراطيين غائبين والإسلاميين غائبين، بمعنى الساحة السياسية الجزائرية حاليا مميعة، لا أحد يمكن أن يمنعه من ذلك. طيب، يعني سألتك عن يعني أو تحدثنا عن ردة الفعل السياسية لاحتمال ترشح بوتفليقة، تحدثنا عن الجانب الشعبي لهذا الاحتمال، يعني رد فعل المواطنين. المؤسسة العسكرية التي توصف بالمتنفذة والقوية في الجزائر، هل لنا أن نعرف كيف رأيها في هذا الترشح؟ هل هي داعمة لبوتفليقة؟ سمعنا مؤخرا عدد من القادة العسكريين الكبار الذين أعلنوا عن عدم رضاهم لترشح بوتفليقة، كيف لنا أن نفهم موقفها بشكل مجمل؟ في الحقيقة هنالك انقسام حقيقي داخل المؤسسة العسكرية، لكن المؤسسة العسكرية الجزائرية معروفة بأنها ستجسد نفسها على شكل صف واحد، لكن لنقول الصراحة كذلك بوتفليقة يمتلك قوة في المؤسسة العسكرية الجزائرية مربوطة أساسا بالفريق قايد صالح، وهو نائب وزير الدفاع الذي يمثل الناس الذين يعملون من أجل بوتفليقة ومن أجل عهدة رابعة. لكن المشكل سيكون مع قطاع آخر أو جناح آخر في المؤسسة العسكرية، هو الجناح الذي لا يريد أن يحدث هذا الاستمرار. لكن رغم هذا المشكل أن هذا الجناح لم يهيئ حل آخر من غير الرئيس الحالي، وحتى من يتحدثون عن تواجد بنفليس، الجميع من صحفيين ومحللين يرون أن المرشح علي بنفليس مرشح بدا وكأنه محتشم وينتظر أن تأتيه رسالة إلهية. يعني الجناح المؤيد لبوتفليقة داخل المؤسسة العسكرية قد يكون أقوى في هذه اللحظة. ليس بالضرورة أن يكون أقوى، لكن المؤسسة العسكرية عودتنا أنها رغم أن يكون لديها صراعات داخلية، لكنها بالضرورة أن
تتفهم وتتفاهم بينها من أجل أن تعيش، لأن الإشكالية الحقيقية فيما يحدث في الجزائر الآن هو هل سيعيش النظام الحالي من بين مكوناته العسكرية وما أضيف إليه منذ وصول بوتفليقة إلى الجناح الرئاسي، هل يتعايشون فيما بينهم أولا وهل يعيشون غدا؟ بمعنى إن لم يقرروا أن يتعايشوا بينهم فإنها بالضرورة نهاية لهذا النظام الذي كان يحكم منذ سنة 1962. طيب، في حال ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، أين سيترك ذلك المرشحين الآخرين للرئاسة؟ هناك بن بيتور، بن فليس، لويزا حنون، عدد من المرشحين الآن، يعني كيف سيكون موقعه من الإعراب حينها؟ بالنسبة لبعض المترشحين سينسحبون بفعل عدم القدرة أساسا على اجتياز اختبار 60,000 توقيع. بالنسبة للبقية الذين سيكونون ديكورا أو أرانب سباق للرئاسية المقبلة سيكون لهم الحظ للدفاع عن أفكار لن يستطيعوا تجسيدها ولا تحقيقها، لأنهم لم يكونوا يوما دعاة لبرامج سياسية ولا لأحزاب مستقبلية. فمعظمهم أمثال بن بيتور بن فليس كانوا أساسا في السلطة وتواجدوا في هذه السلطة. أظن أنه الآن لا يوجد منافس حقيقي، يعني المشكل الحقيقي هنا نتحدث كذلك عن بوتفليقة لكن نتناسى أنه هيأ الديكور لمسرحية لا يمكن فيها أن يتواجد أي منافس حقيقي. أعيد وأكرر، بن بيتور لديه أفكار في الحقيقة اقتصادية يمكن أن نقول أنها نظريا جيدة، لكنه لا يمتلك تواجد في المجتمع. هنالك كذلك القيمة المضافة الجديدة التي أظن أنها إيجابية في كل ما هو سلبي، هي ترشح الجزائريين المغتربين الذي رغم أنهم لن يستطيعوا أن يعطوا الكثير للجزائر، على الأقل أعطوا نظرة أخرى للنظر إلى السياسة، أعطوا تواصل آخر في المجال الاتصالي في السياسة. علي بالحاجة، القيادي الإسلامي كان قد توجه اليوم إلى مقر وزارة الداخلية الجزائرية لسحب استمارة الترشح للرئاسة، وتم اعتقاله بعد ذلك دون السماح له بالحصول على استمارة الترشح. ما هي الرسالة التي ترسلها وزارة الداخلية بهذا التصرف لباقي المرشحين للمواطنين الجزائريين المتابعين لهذا المسلسل؟ لا، لنعرف أن علي بالحاج هو أحد المسؤولين عما حدث في الجزائر وما يحدث حاليا، وأظن أنه مهرج سياسي يريد أن يعود من نافذة بعدما خرج من باب ضيق. ولكن له الحق الدستوري والقانوني للترشح بغض النظر عن كلامك. لا، كلمة الحق الدستوري أنا لست موافقا معك. أظن أن المصالحة الوطنية أو ميثاق ما يسمى بالمصالحة الوطنية يقول أن جميع المسؤولين حتى مسؤولية سياسية أو مباشرة أو غير مباشرة على ما حدث للجزائريين لا يمتلكون الحق في الترشح. إذن هنالك في الحقيقة جدال بين محامين، من يقول نعم يمتلك ومن يقول لا، لكنه في الحقيقة على الأقل كمسؤولية تاريخية لا يمتلك الحق في أن يترشح هذه الرئاسيات. شكرا جزيلا لك مصطفى قساسي الصحفي الجزائري من العاصمة الجزائر. يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك.